انت بتضحك ليه؟ علشان كل اللي بتقوله حضرتك ده الطبيعي بتاعنا كلنا. كلكم مين؟ كلنا احنا وعم نصر كلنا بنكون متعصبين شويه اخر الشهر لما المرتب بيخلص، نفضل نعافر مع الايام بالصبر لحد ما تعدي. ما تاخذنيش يا بيه، في بطون مفتوحه عايزه تاكل وتشرب، فهي طلباتها ما بتخلصش لا هما ولا أمهاتهم. الصبر وقلة الحيلة يا بيه بتخلينا عصبيين، بنهدى شوية أول كل شهر ونرجع تاني للقلق والعصبية مع أي موقف بيحصل، لدرجة إن إحنا ممكن نسيب الشغل. طب قول يا عم مهدي، كنت تعرف إن عم ناصر ياخد ترامادول؟ لا، وعمري ما هصدق حاجة يا سيدي. عم ناصر الله يرحمه كان آخره السيجارة، عكس كل اللي بيحصل. إيه بقى اللي كان بيحصل؟ ربنا يستر يا بيه. مشاهدينا ورجعنا من الفاصل، وضفنا في الفقرة الثانية فنان بدرجة أستاذ. بدأ مشواره الفني في مسرح الجامعة، وعلى الرغم من أن دراسته كانت بعيدة عن موهبته لكنه حاول يجمع بين وظيفته وبين موهبته، فاشتغل في قصور الثقافة وأصبح مدير قصر ثقافة فارسكور في محافظة دمياط. اشتغل في المسرح في أعمال كتير جدا، منها كوكب الفيران والسوس ومولد وصاحبه غايب وإكليل الغار والبيت الذي شيده سويفت. اشتغل في الدراما كمان في أعمال كتيرة جدا، بدأ بعائلة الحاج نعمان وجمال الحريم وأنصاف مجانين، هجمة مرتدة، وفي يوم وليلة، وموسى، وخلي بالك من زيزي، والمشهد اللي شفناه في أولاد ناس. فنان شهد لي كتير من الفنانين معانا ومعاك، الفنان الأستاذ طاهر الحكيم. أهلا بك يا أستاذ طاهر معانا، منورنا. ربنا يخليك على المقدمة الجميلة. ربنا دي حقك يا أستاذ طاهر، والله أهلا بك. وكنت عايز أسأل حضرتك ليه الإنسان دايما اللي عنده موهبة أو شغف بالتمثيل ليه بيبتدي دايما بالمسرح؟ هل المسرح لأنه هو الفرصة الوحيدة المتاحة، سهل أنه مسرح الدولة ومراكز الشباب وكده، ولا لأنه بيبقى الشغف فعلا الأول والأخير عنده المسرح، خصوصا أنه الدراما مثلا والسينما بيبقى الفرصة ما فيش انتشار فبيبقى الفرصة قليلة؟ هو اللي بيبقى جواه الإحساس والحالة والرغبة أو زي ما بنسميها الموهبة وحالة الشغف الشديدة تجاه التمثيل، بيدور على أي طاقة نور يمارس من خلالها الحاجة اللي هو بيحبها وحاسسها. الكاميرا أو الميديا أو السينما أو التلفزيون مهما كانت كبيرة فيها محدودة، ومهما كانت قريبة فيها بعيدة. المسرح بين قوسين، رغم ان هو ابو الفنون، وان اللي بيبدا مشواره بالمسرح ويتعلم اللعبه في المسرح بيبقى غير بعد كده، يعني لاسباب كتيره يعني مش هنتكلم فيها، الا انه كمان الاسباب الاساسي في ان الناس تبدا بالمسرح القرب، يعني انت في تكون قريب من الناس، انت في الـ في الـ في, الـ في الشارع ممكن تعمل مسرح. واحنا صغيرين كنا بنقعد نمثل في الشارع ونقسم ادوار، حتى فكره العروسه على في البيت ديت، أيوه. ما هو ده أيوه. مسرح أيوه. نلعب مع بعض أوه. فنعمل مسرح، ناخد ادوار، نتفرج على فيلم أيوه. فنعمل نقلد من منذ الازل الفريد أيوه. شاوي نقلد ها. ففي الاخر انت بتكبر المساله جواك، اقرب حاجه بالنسبه لك ايه؟ المسرح. وهنا برضو بين قوسين تانيين بنقول دور الثقافه الجماهيريه، يعني هنا الجهه الوحيده اللي قادره تغطي كل شبر فيك يا مصر من ايام ثروت عكاشة وسعد الدين وهاب عملوها، وكان ده الهدف، ان مواهب مصر في كل شبر في مصر تلاقي مكان تقدر تمارس فيه هوايتها. وده الميراث واللي فضلنا ان احنا عايزين نحافظ عليه، لان ده اللي النهارده عندنا طاقات ابداعيه في مصر كلها في اصول الثقافه بتمارسها، فبتروح لمصر
بتروح الجامعه بتروح المسرح متاح. آه. النهارده بدا يحصل مساله السينما البديله والتكنولوجي واللي حصل ده. أيوة. في ناس بتنتج حتى افلام النهارده بالموبايل. أيوة. خلق طاقه نور جديده في مساله انك ممكن تمارس موهبتك من خلال حاجه تانية. بس يظل المسرح هو سوري في اللفظ بقرش ساغ انا اقدر اعمل فن. بشويه كراتين وورق جرايد والوان بامكانيات باقل الامكانيات فعلا. بإبداع المهم الموهبه. ها وبتوصل للناس. فليه بنبدا بالمسرح السلمه الاولى بمعنى صح؟ خلينا نتفق انه سهل قدامي توصل للناس بسرعه. اقدر اعمل مسرح شارع. واحنا عملنا مسرح شارع كتير على فكره. يعني في بداياتنا عايز اقول لك مثلا احنا كنا مثلا عندنا قصر البر وكلام من ده. فكنا مثلا لما نروح على البلاجيو كده اقوم عامل محدد كده على الرمل كده واقف اشتغل في وسط الناس. ايوه كانه مسرح. كانه مسرح. لما نعمل مثلا رحله للفرقه وكلام من ده. وفاكر الكلام ده كله ايه؟ كنا نقوم عاملين كده واقفين على البلاج عاملين بروفه قدام الناس. عملت مسرح. ادواته في ايدك اهي. صح. يعني عامله زي ايه؟ نفس السؤال بتقول ايه؟ هي ليه كرة القدم أكبر رابع مثلا؟ عشان تبقى في وسط الناس وجماهيرية أكتر. أعملها بإزازة حاجة ساعة فاضية. أقدر أمسها في أي مكان وبأي حاجة. في البداية أنا برحب بيك طبعا معانا. أيوة. ومين تقابلت إن تطلع معانا عند حاجة جميلة وشرفنا طبعا. طبعا. إحنا طبعا في الفترة الأخيرة شفنا ممثلين كبار في السن أو يعني في نفس الفئة العمرية بتاعت حضرتك لمعوا بشكل أكتر. هم أي نعم بيمثلوا من زمان بس هم لمعوا بشكل أكبر. فانا بسال حضرتك هل عامل السن بيفرق ساعات ما بيجي لك وقت كده تقول مثلا خلاص عامل السن بيفرق معايا وبتحبط ولا السن ما بيفرقش انه اتاخرت يعني اتاخرت خلاص انا كده خلاص الفرصه اتاخرت معايا ولا لا ان تاتي متاخرا خير من لا تاتي ده بسم الله الرحمن احنا طبعا شفنا الفنان بيومي فؤاد جه يعني وكل كتير. كتير ويا ظاهره الوقت ده انت تقعد تعد اسامي والناس دي ما مش يوم وليله. الناس دي تعب ومشوار وموجودين من يوم ما ربنا خلق فيهم نفس. ايوه وهما بيمثلوا بس لمعوا نقول لمعان في الاخر. ايوه لمعان اللي هو في الوقت الحالي. ما هو انت بتفضل بص الندهه بتندهك وعفريت التمثيل او عفريت الفن بيركبك. انسى انه في يوم من الايام هيسيبك. هيفضل يلح عليك ويطردك في كل وقت. في ناس انتهت حياتها وما حققتش اللي هي عايزاه. بس هو كان في حاله السعي المستمر الدؤوب في انه هو يحقق يوصل جزء, جزء جزء من حلم. سيبك من السن بقى خالص لان انت اللي ممكن زي ما حضرتك بتقول كده اللي عمله بيومي فؤاد الاستاذ بيومي فؤاد. ايوه في فترة زمنية قد كده ما عملوش ناس من زمان. في ناس قعدت عمرها. أيوة. كله ما عملتوش. احنا بنوجه له التحية طبعا يعني. أيوة. فنان جميل. نفتح التلفزيون بالليل على طول في أي مكان يعني فنان اللي جميل. اللي عمله الخال سيد رجب في الفترة. أيوة. اللي فاتت. أيوة. ما تعملش طبعاً. ما تعملش اللي عمله فعلا في مشوار مولانا صبري فواز في الفترة الأخيرة مع انه شغال من امتى؟ صح احنا عايشين في المجال عارفين صبري فواز. أيوة. انما حالة التوهج والنضج وتضافر بقى الموهبه مع الخبره مع العلم كله مع اكتمل الثقه مع بعض. أيوة. بيحصل كده توليفه يا جماعه. صح. بتديك بتخليك طاقه خلاص طول. عفريت التمثيل حضر بشكل يعني في ايه مش انا ما بتكلمش عن نفسي عموما انا بتكلم عن النماذج اللي حضراتكم. أيوة. بتقولوا بتفرج عليهم النهارده. لا احنا بنتكلم على شغل يعني مش 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 عالميه. العالم دي واصله لتوليفه ومعادله. بقعد اتفرج عليهم كده يخرب بيكم بتعملوا ده ازاي؟ انت عارف لا بجد بجد المساله احساس ايه طب انا عايز اسال حضرتك المشهد اللي شفناه من شويه حضرتك عملته ازاي؟ خصوصا ان المشهد ده قلب فعلا الوسط الفني زي ما بيقولوا. في فنانين كتير اشادوا باداء حضرتك وبطريقه تجسيدك للمشهد زي الفنان صبري فواز واحمد وفيق وفنانين كتير. عايز اعرف حضرتك عملت ازاي؟ بصي انا اقدر اقول لك كده بالبلد واسلوب الكوره المشهد ده جعل عتلتي
على 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 الحته اللي انا بحبها اللي انت بتشوط بيها. اه يعني انت عارف لما كل لاعب اشول ليه رجل معينه جيت لي على العدله بتاعتي يعني. انا شويه بحب الـ 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 بحب مدرسه الاداء التمثيلي اللي بيعتمد على الاحساس والتعبير البسيط بسهوله. بحب شغل السايكو مش السهل. يعني حتى في المسرح وكانت قضيتي مع كتير من المخرجين ان عايزين نستخدم ادوات المسرح في بعض ادوار بشبه كده، وانا بشتغل حتى في المسرح باسلوب الكادر الاحساس، وحتى لو الجمهور مش شايف عيني انا بشتغل بعيني، فالمشهد ده جه كده. ففي حاجه درسناها كده في مدرسه اسمها قياده الروح. انك احنا وقتنا معلش انا بعتذر جدا، وقتنا خلص. الكلام مع حضرتك فعلا ممتع جدا والوقت بيعدي بسرعه، بس حضرتك هتوعدنا تكون معانا في حلقات تانية باذن الله بعد ونتكلم البطوله طبعا بشكل يعني ان شاء الله بعد البطوله طبعا ونتكلم بشكل اوسع ان شاء الله. اولا قبل ما اختم الحلقه انا بحييك على الهدوء والثقه فعلا. مدرسة الروح بجد بحييك جدا اقسم بالله بحييك جدا هتعلم منك. انا اللي خدت منك. انا اتعلمت بره، انا اتعلمت كتير بره والله. لنا شرف ان احنا استضفنا حضرتك، وباذن الله بعد البطوله تكون معانا ان شاء الله يا رب. اعزائي المشاهدين انتظرونا الاسبوع المقبل يوم الاثنين الساعه 1 الظهر في حلقه جديده من برنامج خطوه لقدام.